la 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 la. شو 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 جئناكم أيام العطلة ندعوكم في جمعتنا نمرح نلهو نتسلى فهيا تعالوا ضموا لنا فالوقت يطيب ويحلو معكم أنتم أحبتنا هوهو عمو يا زيد شو هوهو بحضوركم يا ضيوفنا الكرام فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم برضاكم لبيتوا دعوانا وإحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم جيتونا برضاكم لبيتوا دعوانا وإحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم احبابنا ان شاء الله يهنا بالكم في ذي الليله معانا فالعم يزيد يرحب بكم والف تحيه اهديها لكم ما احلى رؤياكم نورتوا يا احبابنا ان شاء الله يهنا بالكم في ذي الليله معانا العم يزيد يرحب بكم والف تحيه اهديها لكم. شكرا 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 شكرا. احبائي شكون اللي يقدر يقول لي كم كان عدد ولايات الجزائر قبل ما تصبح 48 وفي اي سنه صبحت 48؟ كم كان؟ نعود السؤال منا أحبائي، كم كان عدد ولايات الجزائر قبل ما تصبح 48 وفي أي سنة صبحت 48؟ شوف الشطرة هذه. إذن بنتي واسمك؟ سارة. سارة شحال في عمرك سارة؟ 8 سنين. 8 سنين. شحال جبتي معدل؟ 9.4. 9.4. الله يبارك الله يبارك بنتي الله يبارك. تصفيق عليها تصفيقة. برافو برافو برافو. اذا بنتي شحال كانوا عدد ولايات الجزائر قبل ما يصبحوا 48؟ ست مقاطعات. لا 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 هذه مقبل حسره هذه كنت انا ما زدتش المقاطعات هذه. لا لا قبل ما يصبحوا 48. شوف الشطر هذا. انت غي تعرف ولا تعرف فين تكبرك؟ كانوا ستة. ستة؟ إي قال ستة قلنا لها لا لا. شحال؟ 23. شكون اللي يعرف؟ 11. شوف الشاطرة هذيك، تعالي، ابعثوا لها الميكرو، شحال؟ قولي. 39. واش بيكم هكذا؟ واش راكم تقراو؟ قراوا على المقاطعة تاع أوروبا ولا كيف؟ قبل ما تصبح 48 شحال كانت؟ شحال؟ 31. دقيقة دقيقة استنى مازال سؤال. هذا الشطر الأول الأسهل. واسمك؟ رياض. رياض شحال في عمرك؟ 7 8. 8 أيام؟
ثمانية سنوات. سنوات، الله يبارك. شحال جبت معدل الرياض؟ 8.06. الله يبارك، ولاد المدية قاع يقراو هكذا مليح. الله يبارك. إذا ولدي شحال كان عدد الولايات؟ 31. 31 في أي سنة تنقلوا، يعني أصبح عدد الولايات من 31 ل 48؟ أي سنة؟ 1908. وثمانية. يا سي أروح 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 أنا أروح أروح على 1908. أروح أروح أروح. تعال يلا خلوه يطلع، خلوه يطلع. معليش درك دقيقة، معليش درك هو صاب عدد الولايات وما صابش السنة. رياض شحال من ولاية كانوا؟ 31. 31 في أي سنة؟ 1974. إذن أعطيه الهدية تاع رياض، أعطيه الهدية تاع رياض. تعال رياض. إذن وين راك رايح؟ أعطيت له الهدية جا رايح، حسينا نهضروا معاك شوية. معليش وليدي معليش. إذن رياض رامي راعي برنامج مع عمو يزيد وراعي هذا الحفل يعطيك هذه الهدية إن شاء الله تستفاد بها. شكرا. العفو العفو رياض، تفضل. أحبائي عدد ولايات الجزائر كانوا 31، وفي سنة 1984 صبحوا 48 ولاية. وعشر سنوات من قبل سنة 1974 تمالي صبحوا 31 ولاية، بعد ما كانوا 15 كما قلتوا. فهمتوا؟ إذا أحبائي بدل ما نتكلموا على الولايات كامل، عمو يزيد لكم أغنية تاع بلدتي. بلدتي أحن لك، بلدتي أشتاق لك، إن بعدت أعود لك. بلدتي يا بلدتي، كانوا معايا بلدتي. يلا كامل. بلدتي أحن لك، بلدتي أشتاق لك، إن بعدت أعود لك. بلدتي يا بلدتي كامل. بلدتي أحن لك أشتاق لك، إن بعدت أعود لك. بلدتي يا بلدتي، بلدتي أحلى مكان فيها عشت من زمان. بلدتي أحلى مكان فيها عشت من زمان، يا هنايا يا أمان في حما بلدتي. عشت فيك ذكرياتي أياما من حياتي، عشت فيك ذكرياتي أياما من حياتي، يا محلى أوقاتي فيها طفولتي. بلدتي أحن لك أشتاق لك، إن بعدت أعود لك. بلدتي يا بلدتي، فيك أهلي أقربائي والدايا يا فدائي، فيك أهلي أقربائي والدايا يا فدائي، في الغداء والعشاء اجتمعت بإخوتي. فيك جدي جدتي يا محلاها لمتي، فيك جدي جدتي يا محلاها لمتي، لما تنادي جدتي اسمعوها قصتي. بلدتي أحن لك أشتاق لك، إن بعدت أعود لك. بلدتي يا بلدتي، رفقتي وأصدقائي جيراني يا هنائي، رفقتي وأصدقائي جيراني يا هنائي، لما نلعب في الفناء حتى آخر ساعتي. أمي تنادي لي دخولي، لا يا أمي لا تقولي. أمي تنادي لي دخولي، لا يا أمي لا تقولي. إني قد زاد فضولي لأبقى مع صحبتي. بلدتي أحن لك أشتاق لك، إن بعدت أعود لك. بلدتي يا بلدتي، في
فيك بستان ونخل وعصافير ونحل فيك بستان ونخل وعصافير ونحل ووديان عتسيل مأبهاها غابتي وهضاب وجبال وشعب وتلال وهضاب وجبال وشعب وتلال وتاريخ ونضال ما أغلاها بلدتي بلدتي أحن لك أشتاق لك إن بعدت أعود لك بلدتي يا بلدتي برافو 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 بلدتي أحن لك بلدتي أشتاق لك إن بعدت أعود لك نغنوا الأغنية تاع دخول المدرسة مازال شوية على الدخول ولكن عمو يزيد يحبها بزاف قولوا فيها صباح الخير مدرستي جئنا ندق عليك الباب اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب تغنوا كامل معايا صباح الخير مدرستي جئنا ندق عليك الباب اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب يلا معايا لا 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 صباح الخير يا مدرستي جئنا ندق عليك الباب اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب صباح الخير مدرستي جئنا ندق عليك الباب اشتقنا لك يا غاليتي انتهت العطلة الصيفية أيام الراحة كذا والنوم عشنا أوقات هانية عدنا لك لطلب العلم انتهت العطلة الصيفية أيام الراحة كذا والنوم عشنا أوقات هانية عدنا لك لطلب العلم صباح الخير مدرستي جئنا ندق عليك الباب اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب لا 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 اشتقت لك من الأعماق ما فرقت مخيلتي اشتقت لك اسمي ورفاقي وكذا لقاء معلمتي اشتقت لك من الأعماق ما فرقت مخيلتي اشتقت لك اسمي ورفاقي وكذا لقاء معلمتي صباح الخير مدرستي جئنا ندق عليك الباب اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب فلا زال هناك مزيد لكسب العلم يا أولاد فلنبدأ العام الجديد بالجد والاجتهاد فلا زال هناك مزيد لكسب العلم يا
صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد الغياب. شكرا شكرا أحبائي. أوه تعال، وش راك؟ لاباس لاباس الحمد لله. واسمك؟ بلال صاحبتنا. بلال صاحبي، الله يبارك الله يبارك. وين شفت لي بلال؟ شفت لك بيتر وورد. واو 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 واو، تصفيقة تصفيقة على بلال. ديك الصحة وليدي، ربي يطول عمرك. الله يا سلام، احتفظوا لي بهذا الباقة الجميلة هذه في أحلى مكان. أحبائي واش رايكم دركا نروحوا نغنوا اغنيه جميله عمو يزيد يحبها بزاف. هذه الاغنيه تتغنى بالنوتات الموسيقيه دو ري مي. اذا دو ري مي فا سولا سي، تغنوا كامل معايا هذه الاغنيه. يلا فاصولا سيدو معروفة عبر الأزمان، فبها نغني نحن ونشد وكم تحلو بها الألحان. دوريمي فاصولا سيدو معروفة عبر الأزمان، فبها نغني نحن ونشد وكم تحلو بها الألحان. دوريمي فاصولا سيدو دو سي لا صول فا مي. تلحن بها الكلمات، فبها نميز كل مقام وكذا طبقات الأصوات. هي سرها الأنغام وتلحن بها الكلمات، فبها نميز كل مقام وكذا طبقات الأصوات. دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول فا مي. خطوط مرسومة بطول، يدعى السلام الموسيقي ويبدأ بمفتاح صال. نكتبها على الورق بخطوط مرسومة بطول، يدعى السلام الموسيقي ويبدأ بمفتاح صال. دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول فا مي. لا تنساها واحفظها، وإن كنت حقا شاطر فهي معي نرددها. فاذكرها وتعلمها لا تنساها واحفظها، وإن كنت حقا شاطر فهي معي نرددها. دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول فا مي ري دو. دو ري مي فا صول لا سي دو أزمان، فبها نغني نحن ونشد وكم تحلو بها الألحان. برافو برافو أحبائي. شكون يقدر يقول لي وقتاش اليوم العالمي للحماية المدنية؟ اليوم العالمي للحماية المدنية. شوف الشاطر هذا، واسمك كلي؟ واسمك؟ حمزة. شحال في عمرك؟ 13 سنة. 13 سنة، الله يبارك.
شحال جبت معدل حمزة؟ 15.30. الله يبارك الله يبارك الله يبارك وليدي. وقتاش اليوم العالمي للحماية المدنية؟ يوم 1 مارس. 1 مارس، برافو. تعال 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 وليدي، تعال تعال تعال. إذن رجل الحماية المدنية، رجل الإطفاء، أحبائي أعطيه الهدية تاعو، أعطيه الهدية تاعو. شكرا شكرا. إذن وليدي شركة شمس مهبول راعي برنامج مع عمو يزيد وراعي هذا الحفل، يعطيك هذه الهدية، هذه إن شاء الله تستفاد بها. إن شاء الله إن شاء الله وليدي، بالتوفيق بالتوفيق. تفضل تفضل أحبائي. رجل الإطفاء، رجل عمو يزيد دل له أغنية تقدير نقول فيها، تعرفوها؟ ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار، كفيلا من دون استغناء على استعداد ليل نهار. يا أحبائي وين تسيب أنت إنسان يدخل الدار ولا المكان شعل فيه النار باش ينقذ ناس؟ يا أحبائي إذن تحية تقدير وإجلال لرجال الإطفاء، رجال الحماية المدنية، نقولوا تصفيق عليهم تصفيق عليهم. لولوين لولوين ينسى. إذن ما أروع ربي طول عمرك، ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار كفيلا من دون استغناء على استعداد ليل نهار. يلا ما أروع رجل الإطفاء كاملة. أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار، ينطلق فور الإنذار كفيلا من دون استغناء على استعداد الليل نهار، على استعداد الليل نهار. ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار، ينطلق فور الإنذار كفيلا من دون استغناء على استعداد الليل نهار، على استعداد الليل نهار. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة. شجاع فاسد شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. يقتحم ألسنة النار في يده خرطوم الماء، في يده خرطوم الماء. يا له من بطل مغوار ينقذ أطفالا ونساء، ينقذ أطفالا ونساء. يقتحم ألسنة النار في يده خرطوم الماء، في يده خرطوم الماء. يا له من بطل مغوار ينقذ أطفالا ونساء، ينقذ أطفالا ونساء. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة. شجاع فاسد شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. يقوم بمجهود جبار عمل شاق فيه عناء، عمل شاق فيه عناء. ويجازف رغم الأخطار وهب لنا النفس فداء، وهب لنا النفس فداء. يقوم بمجهود جبار عمل شاق فيه عناء، عمل شاق فيه عناء. ويجازف رغم الأخطار وهب لنا النفس فداء، وهب لنا. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة. شجاع فاسد شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء.
تشتى الأعباء لخدمتنا ومنع الأضرار، لخدمتنا ومنع الأضرار. فأنت مثل العظماء ورمز من ذوي الأخيار، ورمز من ذوي الأخيار. تحملت شتى الأعباء لخدمتنا ومنع الأضرار، لخدمتنا ومنع الأضرار. فأنت مثل العظماء ورمز من ذوي الأخيار، ورمز من ذوي الأخيار. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة. جاع فاسد شهم بطل، أنت يا رجل الإخفاء. شكرا، برافو برافو أحبائي. فعل الخير، فعل الخير. على بالكم باللي في هذه الدنيا هذه الإنسان اللي يفعل الخير مشي شرط أنه الخير هذا يكون مادي، مشي شرط أنك تصدق خير بدرهم بالمال. ممكن أنك كاين حاجة بسيطة نقدروا نصدقوا بها، هي الابتسامة. عمو يزيد عنده أغنية لازم كامل تغنوها معاه، نقول فيها هذه أغنية الخير: لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. تغنوا معايا. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير، فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضا أعيش لغيري. طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير، فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضا أعيش لغيري. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. إن ليس لك ما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة، فابتسم له ولا تقلق فالبسمة في وجهه صدقة. إن ليس لك ما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة، فابتسم له ولا تقلق فالبسمة في وجهه صدقة. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لوجه الله جل علا أتبرع بالصدقات، لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات. لوجه الله جل علا أتبرع بالصدقات، لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. برافو 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 برافو. لأني مسلم قلبي حنين. روحي بنتي، تعالي تعالي. وش راكي بنتي؟ لباس. عاودي قولي لهم اسمك. قولي لهم اسمك. يمنى. يمنى، عباكم يمنى صديقة عمو يزيد، صديقة عمو يزيد، جات الحصة مع عمو يزيد. يا أخي جيتي الحصة؟ إيه. عجبك الحال؟ إيه. الله يبارك. إذن يمنى من أصدقاء عمو يزيد، مرحبا بك بنتي. أحبائي، على بالكم اللي تقدروا تسجلوا للحضور في حصة مع عمو يزيد عبر موقع الانترنت عمو يزيد.com، عمو يزيد.com.
وتقدروا ترسلوا عمو يزيد عبر الصفحة الرسمية اللي هي عمو يزيد الصفحة الرسمية، وعمو يزيد شخصيا هو اللي جاوبكم. إذا مرحبا بكم، إن شاء الله يكون هذا التواصل. وعلى بالكم بلي عمو يزيد دلكم حاجة هذا العام اللي هي التطبيق لابليكاسيون، سيت اون ابليكاسيون طلعوها في البلاي ستور واسمها عمو يزيد بالعربية ولا باللاتينية كما تحبوا. عمو يزيد كي تطلع الابليكاسيون تحملوها فيها كل الحصص كل الحفلات كل الأغاني كل المواعيد. إذا الابليكاسيون في البلاي ستور عمو يزيد. يا أخي مرحبا بكم، واش يمنى واش حبيتي تقولي لهم؟ واش حبيتي تقولي لهم؟ كي فرحانة؟ يا مليح، اقعدي هنا ديروا لها مكان جميل. إذا واش رايكم دركا أحبائي نغنوا أغنية جميلة؟ تحبوا المزرعة؟ عمو يزيد يحب كل ما هو طبيعي وكل مزرعة، يعني في العطلة في العطلة كاين بزاف أطفال محظوظين عندهم الجد ولا الجدة ولا العم ولا الخال ولا عنده مزرعة، عنده مزرعة ويروحوا تغنوا معايا الأغنية هذه. قول فيها خذني معاك خذني معاك يا غالي يا أبتي، خذني معاك خذني معاك جاء وقت العطلة، خذني معاك خذني معاك للمزرعة. يلا تغنوا كامل معايا خذني معاك خذني معاك، يلا معايا كامل. خذني معاك خذني معاك يا غالي يا أبتي، خذني معاك خذني معاك حان وقت العطلة، خذني معاك خذني معاك للمزرعة للمزرعة. جدي معه جدتي ما أحلى هذه اللمة، وأمي وأباتي إخواتي رضا وبسمة. جدي معه جدتي ما أحلى هذه اللمة، وأمي وأباتي إخواتي رضا وبسمة. خذني معاك خذني معاك يا غالي يا أباتي، خذني معاك خذني معاك حان وقت العطلة، خذني معاك خذني معاك للمزرعة للمزرعة. جدي يهش على الغنم بعسن في يده اليمنى، والكلب معه يجري والطير فوقه غنى. جدي يهش على الغنم بعسن في يده اليمنى، والكلب معه يجري والطير فوقه غنى. خذني معاك خذني معاك يا غالي يا أبتي، خذني معاك خذني معاك حان وقت العطلة، خذني معاك خذني معاك للمزرعة للمزرعة. جداتي ماذا تفعل؟ تطبخ أكلا على النار، وتعين جدي في الحقل تحلب معه الأبقار. جداتي ماذا تفعل؟ تطبخ أكلا على النار، وتعين جدي في الحقل تحلب معه الأبقار. خذني معاك خذني معاك يا غالي يا أبتي، خذني معاك خذني معاك حان وقت العطلة، خذني معاك خذني معاك للمزرعة للمزرعة. هيا هيا مع جدي وهو يسوق في الجرار، فصباحا يحصد أرضا ومساء يسقي الأشجار. هيا هيا مع جدي وهو يسوق في الجرار، وصباحا يحصد أرضا ومساء يسقي الأشجار. برافو 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 برافو. أحبائي خير ما نختتم به مدابيا نكملوا بهذه الأغنية اللي هي سألوني من أكون. تغنوها كامل معايا، أعطونا الأولوية على الجزائر. تغنوا كامل معايا سألوني من أكون. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون
إني جزائري. قلت ألا فرعون إني جزائري. سألوني من تحب ولمن كان النسب، قلت يا للعجب إني جزائري. سألوني من تحب ولمن كان النسب، قلت يا للعجب إني جزائري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري. قلت ألا ترون إني جزائري. إن هذه يدي لأبناء بلدي، من أجلك غادي أحسن من حاضري. إن هذه يدي لأبناء بلدي، من أجلك غادي أحسن من حاضري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري. قلت ألا ترون إني جزائري. احنا ولاد الثورة كل ذات المرة، واليوم راكي حرة بالشعب الثائري. احنا ولاد الثورة كل ذات المرة، واليوم راكي حرة بالشعب الثائري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري. قلت ألا ترون إني جزائري. لا فرق بيننا والحب لمانا، والأم أمنا بكل المشاعر. لا فرق بيننا والحب لمانا، والأم أمنا بكل المشاعر. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري. قلت ألا ترون إني جزائري. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزن، يلا كامل تغنوا معايا. لا تحزنوا حان الوداع. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. شكرا لك يا عمو يزيد في بهذا الحفل في ولاية مدية، نطلب منك أن تعود مرة أخرى. يعطيها الصحة عمو يزيد، اللي فرح انه قاعد ذلالي وقاعد الامهات، يعني يوم جاز هايل بالزمعة ذلالي، يعني فرحنا معاهم والحمد لله. شكرا عمو يزيد على جار فرحنا على الولاد مدية. نشكر عمو يزيد على هذا الحفل، واتمنى ان يعود مرة اخرى. نشكر اذاعة شروق على الحصص الترفيهية للدراري الصغار،
وش نقول لهم؟ نقول لهم مزيد المزيد من هذه الحصص مليحة للأطفال ونحبك عمو يزيد. قال له حبك عمو يزيد.